وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الاتحاد الملكي بتوزيع جوائز سباق سموه للقدرة والذي كان من المقرر إقامته الجمعة 27 من مارس الجاري على الاستبلات التي شاركت في سباقات هذا الموسم. كان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد وجه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بإلغاء سباق سموه للقدرة لهذا الموسم، وبذلك أنهى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة موسمه الرياضي 2019-2020. تأتي توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتوزيع الجوائز على الاستبلات تقديرا واعتزازا من سموه بالدور الكبير الذي قامت به الاستبلات في إثراء مسيرة القدرة البحرينية عبر مشاركاتها الفاعلة في سباقات هذا الموسم وبحرصها الموصول على التنافس الحقيقي على البطولات والعمل على تطوير منظومتها الإدارية والفنية، الأمر الذي ساهم في إخراج موسم القدرة بحلة مميزة ساهم في تأكيد التطور الكبير الذي باتت تعيشه القدرة البحرينية ولتحقيقها إنجازات كبيرة. ومن المؤكد أن مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتوزيع جوائز سباق سموه للقدرة على الاستبلاط ستكون لها انعكاسات إيجابية على الاستبلاط من خلال عملها الفني للتحضير للموسم الرياضي المقبل والعمل على تطوير كوادرها الإدارية والفنية والفرسان من أجل المساهمة في تطوير رياضة القدرة البحرينية وتحقيقها للمزيد من النجاحات على المستوى الفني والارتقاء باللعبة. كما أن هذه المبادرة ستمهد الطريق أمام الاستبلاط لبناء خططها واستراتيجياتها للموسم الرياضي بصورة أفضل وتلبية احتياجاتها المختلفة. من جانبها أعربت الاستبلاط عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على مبادراته المتميزة تجاه رياضة القدرة وتوجيهات سموه بتوزيع الجوائز على الاستبلاط، الأمر الذي يؤكد حرص سموه على الوقوف إلى جانب الاستبلاط المحلية في مسيرتها نحو المشاركة في الارتقاء برياضة القدرة البحرينية، مشيرين إلى أن هذه المبادرة ليست بغريبة على سموه الذي دائما ما عود الاستبلاط على مبادراته الرائدة في مجالات تطوير الجوانب الإدارية والفنية للاستبلاط.